مبروك برنس شولة مبروك برنس شولة رفاد يا بلب يو برنس برني قلبك بصوري قلبي لكي منع كلا لا نشتاق انا نسومي 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 واحلى سلم لي احلى نسومي اه يو جايز اي ريلي مس يو جايز مبروك حبيبي مبروك 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 تستحق ديما كنت هضره حبيبي انا والله بتبسط قوي كل مره اجي اشوفك في المسرح وانا كمان اجي من شان وحياه الله من شانك لاني بحبكم كثير مش متخيل لا اسال القمر ده اليوم اليوم انت انت القمر شو القمر هيدا حبيبي عامل ايه مين ما سلم عليك ليك مبارك زي الفل ليك دودو ليك طرف في واحد ما سلم علي اسمعتي خلينا هدرت معها وفاء وفاء اسمي جيم وي ام بسيار وي ام دعاء وي ام وي ام دعاء 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 والله دعاء رجعنا ثاني رجعنا مينك تشوف ايش حاجة غريبة ولا مالك كله تمام؟ اه الحمد لله يلا شد حيلكم كله تمام برا الحمد لله مبسوطه وين انت 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 اوه فعلي انا مشتاق لك كثير 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 انت انت شو هذا النيل اليوم واو بجد واو كثير انه الواحد انه بيندمج بكل هيك دخلت بشكل فظيع كثير حلو جاي يحبك خالتي تموت عليك حبيبي خالتي
كاين يما ثاني تموت عليك تموت عليك. الجو اللي جاوك في البرايم يمكن تنمي مع موبيل يجوني اليوم بالبرايم شفتهم باش تهم شنو كتشوف البرايم اللي ديز الجيغيان قالوا لي جينا بالبرايم اللي كان فيه انيس نومينيه مع موبيل اليوم عم بيسلموا عليه كثير وبيسلموا على سكينه وعلى سهيله كثير تحشتك بزاف 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 شوف باي ماجين والله ياي حكيت عليك في الغوبورتاج صراحه بزاف اخبار صراحه بزاف اخبار لازم خبر لازم تطلع برا تشوفهم تطلع برا تشوفهم سوكا يا ربي توحشتك برشا والله توحشتك مش طبيعي انا بزاف انا بزاف احنا كنا نسهر كل يوم مع بعض وكل يوم كنا نسهر مع بعض نطلع مع بعض فاخذنا على بعض كثير مبسوطة عنجد ورني قلبكم بدنا نبلش تلبيط هلا من بكره ورايح للجمعة للجمعة الجاية تلبيط هلا زهقنا منكم خلص هلا تسلينا وبسطنا اوكي يلا يلا على النوم يلا نوم ايش وهنسهر اليوم شفتونا على التي في اليوم شفتوا ريبورتاج انا ورافعين انا عن جد بكيت انا هون عن جد كان حقيقه مش انه عم ممثل لما شفتني عم ببكي كان حقيقه من الريبورتاج ايه انا واو عن جد واو انت اول مره بعد كانت حلوه اصلا بعد حلوه شو بقى أنا مش عم صدق شو عم تصدق شو؟ مش عم صدق إنه أنت هلأ مع عن جد عن جد والله العظيم بتقلي إما شفت طلبت إيدك على الهوا قبلت ولا لا؟ ما قبلت؟ شو الساعة الحلوة هيدا؟ قلت أكيد يا رفايل بيرجع هيك يعني لما شفتك هون عم تقول حالا ناس شفت الصورة شفت البنت يلي اجت لعنا من SOS في بنت بتموت فيك شفتها أو لا بس نطلع من هون إذا كان عندي وقت منروح لعنده أوكي Thank you.